قرابة نصف مليون مهاجر غير شرعي تدفقوا على الحدود الجزائرية خلال الفترة الماضية، منهم من حاول الاستقرار بالجزائر ومنهم من بقى في دول الجوار. جهود الجزائر لإرجاع هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية تعترضها صعوبات قد تفاقم هذا المشكل مستقبلا. فيما يخص 2018 فيه حوالي 500 ألف مهاجر لدول أفريقيا الغربية اللي تنقلت إلى النيجر، والنيجر هي موجودة على حدود الجزائرية وعدد منهم كبير يحاول يعني يتنقل إلى الجزائر. كاين فئة اللي ربما يعني تحاول أن تستقر في الجزائر وفئة أخرى اللي تحاول يعني تتنقل إلى أوروبا. إشكاليات راهي صعيبة وربما تزيد في المستقبل القريب والمدى المتوسط تتفاقم أكثر فأكثر. تدفق المهاجرين غير الشرعيين له صلة بتدخل بعض دول أوروبا في نزاعات دول إفريقية، وضع أثر على الجزائر التي أضحت منطقة عبور لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. الاتحاد الأوروبي يتهرب كليا من مسؤوليته تجاه الهجرة غير القانونية أو ظاهرة النجوم، والدليل على ذلك تدخل الناتو في ليبيا أو التدخل الأوروبي السافر بالكثير من المناطق في إفريقيا الذي في حد ذاته يؤجج الوضع ويفرز عدد هائل من اللاجئين ويعمل على انتشار الهجرة غير القانونية، في حين أن هذه الدول تشتغل وفق مبادئ لا مسؤولة من خلال حماية أنفسها. الهجرة غير الشرعية التي تمس فئة الشباب ظاهرة تقتضي تشخيص الخبراء، خاصة مع وجود نشاط إرهابي يحاول الاستثمار في هجرة الشباب. وفي إطار المرافقة التحسيس والتوعية من خلال تبيان أخطار وأبعاد هذه الظاهرة الفعلية والحقيقية اللي تكون بصوت ولا بتصور الخبراء والأكاديميين وليس ربما وفق تصورات أحادية. أصبحت الهجرة غير الشرعية أحد الجرائم العابرة للقارات والتي تستثمر فيها القوى المسؤولة على إنتاج وإعادة إنتاج الإرهاب. تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعدد الأطراف المساهمة في تغذيتها يأتي في وقت تضاعف السلطات الجزائرية الجهود للحد منها وتجفيف منابعها.